من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وحتى عليهم حتى مات من تراب فناموا وخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هو خرج على 40 من الفتيان. إذا ليس كرارا. النبي صلى الله عليه وسلم قوي. قوي بماذا؟ بالله تبارك وتعالى. عندما نأتي كلمة يمكر وإن يمكر بك الذين كفروا. كلمة يمكر قال القرطبي في تفسيره، تفهم ما أقول تترجم ولا مترجم؟ تفهم ما أقول ولا تتكلم؟ هذه السرعة شوية، خلاص هذه السرعة شوية. الله تبارك وتعالى يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا. كلمة يمكر قال القرطبي المكر هو التدبير في الخفاء، ولهذا المكر وسائل وغايات. وسيلة المكر التدبير في الخفاء، غاية المكر إلحاق الأذى بشخص قوي لا تستطيع مجابهته ولا مواجهته. إذا المكر يمكر الضعيف بالقوي، يمكر الضعيف بالقوي. لذلك قالوا أن النساء هن أشد مكرا من الرجال. لماذا؟ لضعفهن عن الرجال. لما يكون النساء يكون النساء أشد مكرا. نعود لما بدأنا. المكر يكون من الضعيف القوي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في موضع القوة، القوة بالله تبارك وتعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هو مؤمن قوي الإيمان بالله تبارك وتعالى، يمتاز أوامر الله تبارك وتعالى. هذا تعريف المكر في صفة الخلق. كيف بالمكر في صفة الخالق؟ نقول أن العبد يمكر والله تبارك وتعالى يمكر. كيف تعريف المكر في حق الله تبارك وتعالى؟ المكر في حق الله تبارك وتعالى هو إحاطته بمكر الماكرين وإفساد ذلك المكر. أفسد الله تبارك وتعالى مكر الماكرين الذين يريدون المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقعدوا عن هذه الدعوة. الدرس الأول من الهجرة، الهجرة هي انتصار وزرع ذلك الدين في أرض طيبة مباركة ينمو ويترعرع فيها هذا الدين ويكون أكثر انتشارا. هذا الأمر. الأمر الثاني، الله تبارك وتعالى ينصر المؤمنين الصادقين. الهجرة نصرة لسيد المرسلين وتمكين لقواعد الدين وإرساء مبادئ ذلك الدين. ثم بعد ذلك الأمر الثالث، الله تبارك وتعالى دافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم بجنود. هذه الجنود في نظر بعض الناس أنها جنود ضعيفة لكنها كانت قوية بالله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول وإن
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أضعف بيت بيت العنكبوت. نفس العنكبوت هذا كان درعا واميا يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله. تفهمون؟ تمام؟ هذه الحمامة باضت على فم ذلك الغرق بيضة، هذه جنود قليلة وضعيفة، شجرة من يطين نبتت على فم ذلك الغرق. فقال الكفار لما وقفوا أمام ذلك الغار: إن هذا الغار، هذا الغار لم يطره أحد من قبل أن يولد محمد. وكانت هذه الجنود دافع الله تبارك وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة. قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بنى الرجال المؤمنين الصادقين على أساس من تقوى الله تبارك وتعالى، وغرس في قلوبهم المحبة لله تبارك وتعالى.